السلام عليكم شباب، معكم حمود وياكم احنا نشد الوركر وهاي الوركس روح هاي بورتل 2 شابتر 2 هاي اول جيم بس في شابتر 2 مو ممكن عجبت لي اول جيم اول تشيمبر اوكي تشيمبر ذات تشيمبر 1 الحين فهاي البداية حسب البداية تشوفوني اول مرة العب بورتل 2 مضيع ما ضيع ما تدري وش تسوي وقاعد يهتز ويقول وش صار شنو لازم اسوي شنو اتعلم طبعا بورتال 2 انت لعبت الجزء الاول او لا؟ لعبت شوي بس شفت اللعبة كاملة يعني ووك ثرو انا شفت لايف ستريم واحد لعب اللعبة كاملة اللعبة قصيرة اصلا طبعا اللي ما يعرف وش يسوي اشرح لهم شنو لازم يسوي هني في هالتشيمبر لازم حط المفروض حط الليزر في هنا في هالمكان عشان هاي المحل عاد انا قاعد افكر اقول شنو لازم اسوي وقفت نفسي بانك قاعد اطلع فوق اكتشفت الموضوع طلع لنا غباء لازم اكون هنا قلت لي هو عادي اول ما تبدا اي اول شيء لازم تكون كذي لكن يعني هاي الاشياء خلونك تتعلم من حق بعدين الاشياء الصعبه بعدين تصير اصعب اللي يصيرون الاصعب بعدين تحتاج كذا الاشياء اللي تتعلمها في البدايه تستخدمهم بطريقه اكثر يعني طبعا اللعبه حق تحتاج تفكير وواجد تفكير مخك راسك عامل هالشي قاعد اطالع لي غلان اللي قاعدين يسوون 8 الصباح حصل تروفي خل خلص تشامبر انترو اوف دارك سوايتلس ريتشر ساينس اللي ما يدري شنو سالفه اللعبه ان يسوون شو اسمه هو مختبر يسوون تست على هيومنز وعاد بس باقي هذا التست بشكل اللي احنا نستخدمه حركه فهي بنية وهي تبي تطلع من المكان هي نفسها بطلت الجزء الاول وهاي عقب 9 ملايين سنه الجزء الاكس جامب سبحان الله اول لعبه اسمها الاكس جام صراحه انا كنت اطالع الوك ثرو على كمبيوتر يعني فتاب كان الجام في انا بعد طلعت على الكمبيوتر كان يعني قاعد افكر شنو لازم اسوي هو اذا تفكر فيها تقول اوه الموضوع سهل بس اذا تطالع الفيديو لاحظت انه في شيء كان مفتح في الجو اي المختبرات مالهم مكسرات يعني. ف لا فكل شيء متكسر تشوف هو في الجزء الاول ما كانت كذي كان كل شيء صح يعني كل شيء صح بس هاي كله صار لان هي كسر هي وش سوت في جلادس او الوحش مال اللعبه بندتها اللي ما يعرف جلادس هي اللي تسوي التست هي مو كمبيوتر هي روبوت وهاي الروبوت متحلف هالبنية الا يخليها تسوي تست وكل شيء علشان حسب تروحي خلصت فتشوفي بعد اروح مستونز بس ما ادري انا لازم تحط بعد هني هاي افكر شنو لازم اسوي شنو الروبوت هو اللعبه واجب تاخذ من وقتك اذا ما تعرف حمود هاي لازم تاخذها وياك تكمل لا مو لازم تجيبها وياك اي بس اضرب عليه خلاص اوكي اي مو لازم تروح تجيبها اي لا 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 اذا جبتها بيروح الموضوع مالك اي هلا سويت هو يصير بعد تجيبها وياك لا تعرف شلون؟ تسوي نفس الحركة بس انت تروح تجيبها لأن نفس الشيء في بورتال وتروح هناك بس أسهل طريقة أسرع فسوى طريقتي ما عليكم أحد أنا أحب أطول المواضيع يعني معروف لو أنا محلك كان زمان يعني طورت السالفة وهاي شيء بس مرية يكتبون عنهم أرقام بس هم يكتبون حموي ولا نفتكر في الأرقام يمكن أحنا نفتكر خلوني أنظف الطريق حقكم هاي كان شوي صعب أهم شيء قاعدة تعدل لك الموضوع هاي صراحة يمكن في البداية مصعبين السالفة يمكن الجزء الأول كان أسهل أنا شفت البداية مالته هني مصعبينها ثاني احنا لازم نبورت هني ولازم تخلي لازم ودي الهلال هناك لازم تسوي بورت صوبك بعد على الارض اوكي تشوفه انا قاعد اشوف انه ما تحل اذا بالغلط طحت كنت بس ابغى اشيك ما تقدر تسوي شيء
بلا ما راح مرة ثانية أرجع. إيه حمود إيه. لازم نجرب الأشياء ما أدري. طبعًا وأنت تلعبها بتحس إنك غاوي ساعات. موش تحس أنا شو قاعد خبر طالع. فر الراس اللعبة. تخيل في الجامعة يقولون لك لأن علشان تنجح لازم تحل اللعبة في تكمل اللعبة بس في كم ساعة. الحين بعد في واحد. الحين في واحد ثاني لازم ترد تقوم. أو لازم تسوي. قاعد تأكل ها. تقول أو. الحل السريع حق الموضوع. لا. اختر روحك. بس كنت بجرب يعني لا صعبه يعني ما تبي تخلي شيء في خاطرك هو في فوقك كذا اي قاعد اطالع اقول لازم اسوي واحد هني بس اكو صار شو الحين احط واحد هني اكتشاف يعني حصل اي فور افورت يعني طبعا انا ما طنت على حمود لان انا محل مع نفس الشيء لا صعبه ترى اي اسهل شيء في اللعبه كان يعني وانا طالع الفيديو الحين احس روحي غبي لكن بصراحه حزتها اجل وقت نلعب كوب وش بصير بتكون اصعب شيء لكن لا يعني حزت اللي تلعب توك تلعب يعني كنت شايف كنا طلعت فلان انا اعتقد جيمز كلها لكن شوف جيمز كيلر اونلاين نيتشامبر فول خلونا نعدل المكان حقك اوكي انا كنت نسيت شغل سبتات ليش ما تقول هي سوبر فان تايم اوكي كابكوم يضحك الموضوع وقت لي هني شوي صعب وعبرت روحي شو استمتعوا حمود قاعد يضرب روح الليزر لازم عشان نتحرك جحين مرة واحدة وقفت حمود نط شو خلتي يروح ليش لازم تروح هناك تسوي بورتل في ذيك الجهة انا حابة اتأكد من الموضوع شو يصير انت مفروض تاخذها لان الحياة تجارب ايها قاعد جارب فور ساينس شوف الحين لازم تشيل الحين شفت يقول لك ويطيح عليك على راسك يقول لك حاصل ترى سبب صداع هاي الكمبانيين مارك هاي الكيو الحين قاعد يقول محمد انزين ليش ما يتحرك لا قاعد افكر شلون احط البورتر هنا ما اقدر اشوفه لازم ارجع ف اذا تقدر تجيب الكمبانيين وتوقفه فأنا حين إنك قاعد أسمع يلا سامع. طبعا حمول ما أخذ وقت أو يفك. بعدين قلت خلاص أرجع خلاص. حط البورتال. حمول لا تعور روحك. تحطون البورتال طبعا. وتتبعشان عنا. وتحط البورتال الثاني. إيه وأنت واقف في نفس المحل إيه. حراته مو. بس إن شاء تشوف الشخصية ما تحركت بس سلايد على صوب. ما ادري ليش رجعت حمود حسسني اني انا ذكي شوف رجعت لان اريد احط البورت هنا قاعد اشيك اي واحد لازم البرتقالي طلع برتقالي برتقالي الحين اوكي البوكس ماخذي تعال شوف نط شفت شنو انت كنت تروح بدك تروح حبيت اقول لك والله كنت شاطر بس انا حسيتك حمار ما هي اللي تقولك لا بس ما تقول حمار شنو تقول؟ تقول مو حمار المهم انه ايش تقول شيء؟ تقول ايش شيء تطنس طبعا جلادس يا زعم مسوينها كوميديا و هي من البدايه كانوا هم اللي يسوون لعبه بورتال بال وايد يعني ياخذون لعبه مو سيريس طبعا احسن شخصيه عندي في اللعبه يعني لحد الحين كانت ويدي اسمها احلى ويدي تحسه ايناسبا للاسف غيروا شباب اسمه علشان يسمون ويدي راس حمود لا هني المفروض تنط صح انا ما اسمع حكي جرادس احس تشد بعي واجد
I do this for science. تكتشف إن هي ما طالع كان يا فاطمة. أهم شيء حاط لك صورة واحد يتحوس معه. ف. بس مثلي وكان بطلع. تحس. ترجع. طبعا الحين بنلعب سلة. إيه. الحين لازم تصير أوب لاعب كرة سلة ماهر بس حمود ما يلعب سلة طلع. لازم تايمينج. إيه تايمينج. شفت. شفت. المحاولة الثانية لو أنت بدي لا حمود العب سلة من زمان. لا لا. انزين خلاص مدام انت حرفت اوكي حلاته طاحت اوكي ايه اهم شي تشوف هناك يقول لك كمباين كيوب يتفلت هي قصدها جرادس انت تعال هني بس فك بتموت في بارس تقعد واجز تحط عليك تقول لك الهواء اللي تتنفسه ترى مو طبيعي اي كل شيء بتقول تقول اي واز اب احنا الحين بنطلع من هنا نشرت فتقول اي واز اي جاست واز اوكي هي عندها البلاك بوكس البلاك بوكس هاي يحطون حق الطيارات والكمبيوترات القويه السوبر كمبيوترز هاي شنو يسوي البلاك بوكس يسجل اخر 30 ثانيه من حياة الكمبيوتر مثل الطيارة أو شيء يسجل لوج كامل فاللي صار إنه حق مدة 39 سنة جرادس جرادس تشوف روحها وهي شلون تموت فهي قاعدة تعيش يعني آخر 30 ثانية من حياتها هاي فأنا منها سيري أقتل ده نطيت أموت ولا لا ما مت في اللعبة طبعا مت لازم تموت صار في لحظات غبية تموت أنا قاعد شو قاعد بارتل هناك إذا من بس ذكي لكن طبعا قلت هي طبعا لازم تنط مني وبعد تنط هنا روح يودوه عنك تروح هني يسوي بارتل إيه 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 حمد وأنا حط بارتل هني طبعا غلط لازم نسوي بارتل هناك اثنين يسوي بارتل واحد اثنين وهناك علشان الكمباني بس لازم في الوقت لأنه لا إيه ما في ما تقدر تسوي ما تقدر إيه لازم من هني رحين معلمك على زوم؟ بلا تور بار 2 تسوي زوم بس انا ما قاعد اسوي زوم ليش؟ لان حمود يبي يجيبها نوسكوب ايه النوسكوب؟ هيد شوت بعد جوه في النص ابا عليك خبره كول اوف ديوتي كل يوم كول اوف ديوتي هاي شباب مو بلاي ستيشن نتورك ايه فاشتروا طالعوا هالفيديو عشان عن كول اوف ديوتي عن كول اوف ديوتي بعد لا 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 طح اوكي انت ضغط الحبة بيجيبون الكمبيوتر بتجي بتفلت عليك الواصح شو احس سويت زوم حاول عليك حركات قاعد يدور وين قاعد تقول بتفلت علي الاشياء ايه بتفلت واصح بتفلت علي واصح تقول له انت خموم اخر خموم والله هاي مو ما قالت انت خموم قالت بالغلط حمود هي اللي قالتها ما شي خاص شو كلها واصح لو مشغل سبتايتر الحين شان قالت هاي اوب انا بطلع كيوب قاعد شيك اذا جابوا الكيوب ولا كنت مطحوا ف انا عبالي انا عبالي الكيوب طاح فقررت نبات الحبه وانتظر الكيوب هنا المفروض تستلم ايه اكل ابو الفاني انتظر اوب اوب اي حبه تلقى لا لا مربع اوب اوب الله فالديز فالديز اوكي سي اسمع اذا تحيهم مري كلش كلش بندر صار بندر صار طبعا كلش كلش بيترشك عادي حط هني للبورتل تحط فوق البورتل الثاني هني ايه قاعد يطلع حمود يفلتها ولا متردد اوه انت تشوفه كذا بالغلط صار حسيت طح غلط انا ما قلت شيت لازم ارجع هنا صار حمود محظوظ ليش ما تطلع على افلام نفس زومبي؟ زومبي كذا نفس الشيء كلها يحطونهم لا يغيرون يخلون يعبدون الشمس وما ايش قاعد يسوون ايش السالفه؟ بس هاي اخر شيمبر حق هالبارت وطبعا اسهل شيمبرز هذه تشوفونه في الفيديو الثاني الفيديو الثاني هاي كان بارت 3 تشوفونه في بارت 4 ان شاء الله تشوفون بارت 4 في تشيمبرز لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب فور ذا ساينس سبسكرايب
يمكن هاي سادس فيديو نرفع عقب ما صارت السالفة. نشوفكم مع السلامة.